وبين يدي الإجابة على الأسئلة أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى مما يصنعه الأمريكان الكفرة وأقباط المهجر الكفرة، وأسأل الله أن ينتقم منهم وأن ينزل بهم بأسا. أبرأ إلى الله من صنيعهم ومن نيلهم من رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عزاؤنا في قول الله سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. عزاؤنا في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولكن على أي حال فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصدق الله إذ قال: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فليس بغريب على هؤلاء الكفرة أن يصنعوا مثل هذا الصنيع الوقح الذي صدر منهم، ليس بغريب عليهم أن يبرزوا ما تكنه صدورهم. ولقد قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد الكريم وعلى آل بيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه سؤله وأن يأتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ولا ضير على رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وقد أحسن من قال في شان هؤلاء الطاعنين الشانئين لرسولنا الأمين: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد أفضل صلاة وأتم تسليم. وأهيب بالأخ الرئيس الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير، أن ينتصر لشريعته وأن ينتصر لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يليق أن يلتقى بالفنانين البعيدين كل البعد عن الهدي القويم وعن الأخلاق القويمة وعن شريعة الإسلام، يلتقى بهم من أجل امرأة منهم نيل منها، ولا يثأر لنبينا محمد الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فنصيحتي لأخي الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير، أن يصدر بيانا يشجب فيه ما صدر من هؤلاء المارقين الذين نالوا من عرض نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، بل وجدير به أن يقدم مفاجأة للمسلمين بإعلانه عن تطبيق شرائع الله سبحانه وأنه سيقيم حدود الله سبحانه. فيا هنيئا له إذا حاز هذا السبق الكريم تطبيق شرائع الله سبحانه وتعالى. فهو رد قوي على هؤلاء المارقين. ليست الشجاعة فقط في إقالة مشير أو خروج إلى التحرير، إنما الشجاعة كل الشجاعة في الإعلان عن تطبيق شرع الله، وإن أبى الظالمون إلا كفورا. بارك الله فيكم وسدد الله خطى أهل الإسلام أهل الإسلام وشكر لهم مساعيهم. اللهم آمين.